فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي والتحق بين ضيفنا اليوم السيد رضا المناعي رئيس البعثة التونسية، ان شاء الله باش تكون موجودة في أولمبياد طوكيو 2021. رضا لبيك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك، نورتنا بحضورك. اكيد الحدث يفرض نفسه، ايامات قليله بدات لعادة تنازل الحدث الاعظم في الكون. شنو هي الاحاسيس توا سي رضا؟ والله كما قلت هو اعظم تظاهره رياضيه في الكون، بالرغم انها جات بعد 5 سنوات من 2016، بالرغم معناها من الظروف الوبائيه اللي صايره في العالم كل سفري، حس معناها مفخره انه مش نشاركوا في العاب اولمبيه، خاصه انا شخصيا مشكورا اللجنه الاولمبيه اللي كلفوني برئاسه الوفد. مي في نفس الوقت خايف من الكوفيد، خايف على الوفد، يلزمنا بقدره ربي نهز وفدنا لباس وروحوا بيه لباس، وهذا اللي بدا يقلقنا. وخاصه ان بدينا في اللي تيست اليوم برك، بدينا انا شخصيا مسافر نهار 12، يلزمني نعمل دو تيست، واحد عملته تو قبل نجي وواحد بعد غدوه، ديجا معناها بدينا نيجاتيف، معناها مازال ما خرجتش ان شاء الله. ان شاء الله نيجاتيف على كل بدينا ان شاء الله في التحاليل. عندي وفد غدوه ماشي ديجا لليابان، اللي هو الوفد تاع الرمايه بالقوس والسهم. غدوه اول وفد مش يمشي لطوكيو، مش يمشي لطوكيو، لكن في تربص مغلق قبل يدخل القريه الاولمبيه، تحضير تحضير. خذيت لهم 10 ايام في طوكيو ببلاش، معناها من هذا بصفتك انت كرئيس جامعه لكن عن طريق اللجنه الاولمبيه. الحق انا فما 4 جامعات اللي عملوا تربصات كيما هي الجدو، السباحه، الرمايه، واظن للتيروفولي حاجه كيما هكا، فهمتي؟ اللي عملوا تربصات قبل لا يدخل الفيلاج اولمبيك. فهمتك، دونك باش يمشيو غدوه ان شاء الله يدخلوا في ستاج بجمعه. شنو الفائده منه الستاج هذا؟ 10 ايام باش يتاقلموا، سيرتو مع الجو مع الطقس والتوقيت، خاصه احنا تعرف 9 ساعات فارق بيناتنا، باش يتاقلموا شويه، باش يتدربوا مع النيفو العالي، لانه ستاج هذا السونتر هذا فيه الاغلب اللي مش يلعبوا في الالعاب الاولمبيه، اغلبتهم بتبقى موجودين. لي كومبيتيسيون باش يكونوا نورمالمون بوقت تونس، بين وقتاش وقتاش ان شاء الله؟ شوف بوقت تونس باش يكونوا في الليل، وقتنا مش في الصباح بكري؟ لا، من الصباح بكري حتى في الليل متاخر. احنا تعرف بيناتنا 9 ساعات، كي نقولوا غادي مثال 9 تاع الصباح، راهو في العشيه في طوكيو. فهمت، باش يكون توقيت صعيب شويه، مي الاغلبيه ينجموا يتفرجوا بوتيتر من 6 تاع الصباح حتى ال 11 تاع، ينجموا ياخذوا على الفرجه. واغلب الحاجات الاخرين في الليل باش تكون عقاب الليل هكا الفجر. اي الكل فجر. دونك اللي يحب يتفرج يضحي شويه ويسهر. باهي، اعطينا اخر المستجدات، شنو اخر التحضيرات اليوم تقريبا؟ مازالوا ايام قليله على الاولمبياد، وين وصلنا؟ احنا ما عادش نقولوا ايام قليله، احنا دخلنا اليوم في الاولمبياد. قلت كما قلت لك احنا تو محضرين في اللي جاتنا، محضرين امور سفري، فما حاجات تاع اخر وقت تاع اخر ساعه في لي زاكريديتاسيون، في تحضير ليكيبمون، في برشا حاجات اللي اخر وقت قاعدين نحضروا فيهم. لكن الحق احنا كلجنه اولمبيه عملنا وخدمنا مع وزاره الرياضه، نقول لك اللي احنا متقدمين اشواط كبيره بارابور الدول الاخرى في افريقيا. البارح عملنا ان ديارام، ان بري ديارام عن طريق الفيديو كونفرنس مع اليابانيين، معناها قينا رواحنا يعني الحق، معناها في التوقيت اللي لازم نكونوا فيه، ما عندناش تاخير، ممكن متقدمين شويه على الوقت، ما عندناش تاخير على المستوى معناها التحضير واللوجستيك مع اللجنه المنظمه. الحق كل شيء مريق، معناها نعرفوا حتى البرتماناتنا فين، بيوتنا فين، كل بيت قداش يكون فيها، دخولنا وخروجنا من الفيلاج وقتاش، لي بلون دو فول كل موجودين تاع الوفد كامل. يعني الناس كل موجوده، تو حتى بعثنا لهم معناها فيما يخص لي فاكسان، وقتاش كل وفد يلزم فاكسان، خاطر تعرف القانون الجديد ما في الالعاب الاولمبيه، الزوز تلقيح في 96 ساعه، واحد قبل 96، واحد قبل من 72، وانتهى 48. الناس الكل عملت تلقيح، الناس الكل. لا اللي بدينا احنا، بدينا اليوم لانه الناس ماشيه بعدي، فهمت دونك اللي بعدي ديما قبل 96 يوم ساعه يعمل تلقيح، وبعد 72 او 48 ساعه يعمل تلقيح. ما دامش بنت على تلقيح سي رضا، صارت مشكله في التلقيح ونوع التلقيح شوف هي مشكله كبروا في فارغ، راهي ماهيش مشكله. احنا جانا تلقيح باقتراح من لو ام اس اللي هي موافقه عليه عن طريق اللجنه الاولمبيه الدوليه، اعطت تلقيح للجان الاولمبيه الافريقيه الكل، فهمني، اللي هو السينوفاك اللي هو الصيني. لكن احنا تاخر في جهين نتاعو لتونس، ولينا اتفقنا مع الدوله، وزاره الرياضه، وزاره الصحه، اتفقوا نخذاو من ستوك الموجود تاع وزاره الصحه ورجعناه، كي جا الاخر رجعناه. المشكل شنو هي؟ انه السينوفاك ما يدخلش الاوروبا،
بالضبط. تبدا عامل سينوفاك يلزم تعمل كونفيرمو 5 ايام في اوروبا. بون قلنا احنا مطالبين باش نعملوا فاكسان واحنا ماشيين لليابان دونك يلزمنا نفاكسنو. دونك الناس كل تفاكسنت براتيكمون لوف دو كل فاكسان فما زوز او ثلاثه هما ما حبوش وحرار وواحد كيما فاكسان مش معناه ما يدخلش اليابان مال ينجم يدخل غير فاكسان فما حتى مشكل. اه مش في البروتوكول لا مش قانونا مش شكون ما حبش اللي حبوش يفاكسن والله ماذا بيا ما نجيبهمش خير رياضيين ظهروا لما نقول لك لا خافوا معناها ما يحبوش على ذي معناها تم زوز انواع من التلقيح على هذا لا نوع واحد فما نوع فما شكون خذا الصيني وفما شكون خذا لا لا الناس كل خذاو الصيني ما عدا زوز الرومات تاع الارك ايه. اللي هما بعاد في جمنه في جا في قبلي ما نجموش يجيو باش يلقحوا في تونس لقحوا لهم غادي فايزر وعاودوا لقحوا البارح الدوز الثاني الوحيدين على الدخول لاوروبا مصالح صارت مشكله من النوع هذا بخصوص التلقيح. انا قلت لك معناها تو انا ملقح مثال سينوفاك غدو باش ندخل اوروبا يلزمني نعمل الكونفينمون فهمت واحنا تو البريوريتي والاولويه هي اليابان. شنو باش يصير فيها الحكايه هذه؟ ما يصير فيها حتى شيء وقت التلقيح الجاي بده نوع اخر كو. معناها ما فماش مشكل تاخذ نوع بعد نوع اخر معناها بعد عام اخر معناها تحكي ولا عام عامين توا معناها لا لا الزوز تلقيح فرد نفس النوع نفس النوع نفس النوع سينوفاك الزوز باهي. التحضيرات كيفاش كانت؟ صحيح في عام مش عام توا عامين كوفيد عامين صعاب شويه صعاب عامين صعاب على العالم كله مش كان تونس مي ديما نقول اللي في اوروبا عندهم القرابه بين بعضهم والحدود مفتوحه في بعضهم ينجموا يلقوا الحلول. احنا الافارقه او التوانسة او الجزائريين او المغربان بصفه عام عنده صعوبه باش تدخل اوروبا فيما يخص الفيزا على الكوفيد هاو مسكر هاو محلول. قعدوا بعض الجامعات اللي التجاو باش يمشيوا لتركيا بدون تاشيره باش يمشيوا لسربيا بدون تاشيره هذوما اللي قاعدين يخدموا فيهم تو اليوم. فما نعرف رفع الاثقال في تركيا اللي السباح الحفناوي في تركيا في تركيا فما وفد يدل من مليوت في بودابست يعني قعدنا نخدموا في ظروف اللي صعبه شوي والأغلبية الباقية قاعد تخدم في تونس. ظروف التحضيرات خاصة الأوروبيين باش تعطيهم هذه فافوري شوية على بقية الرياضيين الأكيد هما ديما فافوري علينا ديما فافوري علينا لكن المرة هذه باش تعطيهم فافور أكثر نتصور وأنا نتصور في الألعاب الأولمبية راهي هذه مش تتقلب بالمعطيات. ما نتصورش أن الناس اللي حاطينهم فافوري باش يهزوا الميداي باش تلقاهم هما باش تلقى ناس أخرين. أنا متأكد باش تلقى ناس أخرين باش تلقى ناس صغار فما برشا ناس مش باش يمشيو برشا ناس اللي ممكن الكوفيد مش باش يخليهم يمشيو سواء مرضوا ولا باش يمرضوا والله قال اللي قدر فهمتي وفما اللي ما حضرش كيما يلزم ما يمشيش وكيما شفت هو اول وفد دخل من صربيا طلع واحد بوزيتيف في لافيرون واحد من اثيوبيا زاد ايضا دخل طلع بوزيتيف والله اعلم توا واش باش يصير من هنا الوقت. باهي كيما حكينا في الاوف على شكون معاملين؟ انت قلت لي فما اللي يستنون فيهم العباد الكل وفما سميت لي حتى شكون انت بالذات شخصيا معامل عليهم. هات نقول لك شوف احنا قبل ما نوصل لشيء هذا في ديسمبر كانت فما لجنه مشتركه بين وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه التونسيه. لجنه مشتركه فيها برشا مديرين فنيين وفيها اربعه من اللجنه الاولمبيه واربعه من الوزاره وكنا عملنا تقرير كامل كتاب ناكد لك يا اسلام اللي الكتاب هذا ينجموا يقريوا به الامور الرياضيه لان يعني في الكتيب هذا الاحصائيات نتاعنا قلنا نجيو يترشحوا 65 ترشحوا 63 فهمتي دونك قريب برشا للواقع وهذا اللي وزعنا به المنحه اللي جات من عند الوزير لور يعني ان كومبليمون تاع بيجي للبريباراسيون دونك وحطينا الاهداف كنا حطينا فما اربعه ولا خمسه ممكن سته اللي هما مش يلعبوا على التتويج كيما مروان عمري كيما ايناس بوبكري كيما اونس جابر كيما سارة بسباس كريم بن هنيه نهال شيخ روحو هذوما حسب تقريبا اللي حطيناهم ينجموا يطلعوا البوديوم وفما ناس حطيناهم باش يكونوا في العشره الاوائل ديجا تجي في العشره الاوائل في الالعاب الاولمبيه راي حاجه كبيره برشا وفما ناس عملية تقيد الميداي تتقيد ديما الميداي صحيح وفما ناس مش تمشي تاخذ خبره وفما ناس صغار في العمر اللي احنا نحضروا فيهم 2024 في باريس و2028 في لوس انجلوس كما قلت في برشا محطات اللي زوز بنيات التوأم تاع الفوال عمرهم 16 سنه ماشيين يلعبوا اول العاب اولمبيه تاعهم معناها تصور هذوما ينجموا يعملوا اربعه وخمسه وسته ممكن حتى سبعه العاب اولمبيه فما كان بن هنيه مازال صغير نهال ندلسي مازال صغيره خليل جندوبي مازال صغير تاع البوكس اسمه
نسيت الاسم تاعها، الحق اللي تترنى عند المساوي مازالت صغيرة، وانا هذيك الحق حط عليها يعني نقول تنجم تنجم في الاول الاولمبياد تاعها تنجم توصل وتنجم تطلع البوديوم حسب اللي راح. سيذا خروج الوزير السابق كمال دقيش بعث شوية دور اللجنة هذه المشتركة. شوف قضية طويلة وهي راهي متشعبة شوي، هي مش متشعبة. انا بالنسبة لي انا ما تقلقش، تعرفش علاش ما تقلقش؟ لانه الخدمة خدمت على مستوى الادارة العامة للرياضة واللجنة الوطنية الاولمبية. بس سمحني زميلي طارق الساح يقول البوكس يقصد خلود حليمي. خلود الحليمي شكرا طارق عطيك صح. خلود الحليمي سلمنا عليه سي طارق بارك الله فيه. خلود الحليمي انا عندي عمل، عندي امل فيه. وفما برشا راهم ما تحبش تعرف شكون ينجم يتالق، وماذا بينا يتالق الكل. احنا ما تنساش زاد واحد كيما اسامه الملولي اللي نشكروه وتحيه كبيره ليه، ترشح للسادس مره للالعاب الاولمبيه، انجاز كبير برشا. ونجابر نفس الشيء، لكن يقعد ديما اسامه الملولي راه وقت اللي يدخل في كورسه ما تحبش تعرف شنو. باهي ارجع للسؤال اللي قبلك اللي هو الوزير شوف انا شخصيا ما حسيتش القلق. انا ما احنا كيش خدمنا لجنه من الاداره العامه للرياضه سي مكرم شوشان وسي محمد بن عمر والوخيان معاه، ولجنه اخرى فيها سي شاكر الحاج وانا وسي اسامه بن محرز وسي سفيان الشواشي، هذوما على مستوى اللجنه المشتركه خدمنا خدمتنا. الفوق فما ممكن فما خلاف ما قلقناش احنا، لكن تقول لي يمس. هل عمل مشكل، هل مس من التحضيرات؟ ممكن قلق شوي من ناحيه مثلا انا عندي اكزامبل نتاع الفلوس، مثلا المليار اللي ضاع، فما مليار ضاع نتاع تحضيرات نتاع لوجيستيك. شو انا نجم بتات نحكي تو نقول شو ولا صاير بالضبط. عامل تالي السيد محرز بوسعيان تقابلوا رئيس حكومه الفخفاخ وقتها واتفقوا على مشاعتهم ان بيجي كومبليمونتير للتحضيرات الاولمبيه، وعطى بارك الله فيهم عطاوا البيجي هذا صبوه في من المفروض يتصب في حساب اللجنه الاولمبيه، لكن شكون يدفع هي اللجنه المشتركه. معناها كل فرنك مش يخرج من اللجنه الاولمبيه الا باذن من اللجنه المشتركه اللي فيها وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه. هذا ما صارش، لانه صار خلاف على المليار هذا اسكو يتصب في اللجنه الاولمبيه ولا يتصب في الوزاره، ومش مليار برك، ونحكيو على 3 مليار دوات، لان هما خصتين 2 مليار دوات تحضير للرياضيين، وهذوما توزعوا عن طريق الوزاره للرياضيين، ومليار تاع لوجيستيك اللي هو سي محرز بوسعيان قال يا ناخذ كل يا نخلي كل، خلي كل شيء، قال ما فماش مشكل، خلي الوزاره تصرفوا. وهذا اللي صار، هما صبوه في اللجنه الاولمبيه ورجع للوزاره وقعد عند الوزاره. اليوم معناها المليار تاع لوجيستيك حسب الجماعه في الوزاره قالوا راهو ما نجمناش نتصرفوا فيه، خاطر صبوه في حسابات وزاره الماليه. لا رجع لوزاره الماليه الخزينه العامه حسب ما قالوا لنا. انا ممكن صحيح، ينجم يكون صحيح، فهمتني؟ على كل الفلوس موجوده عند وزاره الرياضه او عند الدوله، نقول عند الدوله ضاعت على باش يحضروا بها للاولمبياد مليار كامل. هذا اش قالوا وينجم يكون صحيح، لكن بالنسبه لي انا هذا ما يقلقش، لانه اللي بيفايده هو الفلوس تاع البريباراسيون اللي خرجت من الوزاره وتوزعت على الرياضيين، والرياضيين قاعدين اليوم يحضروا بال 2 مليار دوات هذوك تاع وزاره الرياضه، يقعد اللوجستيك. اظن السيده الوزيره لقات حل بالنسبه لكيب مول، تسكر طيارات تشريو عند الوزاره. اما نقص حتى ظهر لي في العباد اللي باش تمشي ولا لا؟ ما فما حتى شيء ينقص، ما نقصها ما عنده حتى دخل الفلوس، ما عنده حتى دخل بالوفد. فور اكزومبل الوفد كان وافد كامل من الوزاره باش يمشي، ولا ثلاثه من الناس من الوزاره باش يمشي؟ لا 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 مش هذا. شوف احنا عندنا كيفاش الوفد يتكون، عندنا ان كالكولاتور. الوفد الكالكولاتور هذا يحسب وحده، تقول له تحط له قداش من اتلات ترشح وليد وقداش من اتلات ترشح بنيه، يعطيك الحسابات الكل، يعطيك قداش من كهرباء، قداش الوفد المرافق، نقولوا مرافق لجنه اولمبيه وزاره الرياضه طبه كينيات الكل هذوما يعطيهم لك. احنا اليوم عندنا 63 مترشح رياضي وعندنا 46 مسؤول، هذوما الكل بما فيهم المدربين والاطارات الكل. هنا احنا عملنا في اللجنه الاولمبيه عملنا ديكريتير، قلنا ما يمشي الا اللي مش يخدم، ما يمشي الا اللي عنده مهمه، وحطينا اولويات. اول اولويه هي المدربين بيان سور،
الأولوية الثانية هي ليكيني اللي قبل في الألعاب الأولمبية الأخرين كنا نهزوا دي كيني فقط زوز من أخصائيين علاج طبيعي. اليوم الرياضيين الكبار كل واحد عنده كيني متاعه، دونك أعطينا الأولوية ليكيني اليوم هزين تسعة، فهمت؟ دونك بالأولوية هذا نقار وإحنا العدد مش يكون صغير. إحنا من اللجنة الأولمبية ثلاثة أو أربعة، من الوزارة زوز واحد آخر ثلاثة، معناها سي براتيكمون كيف كيف، ممكن 60% 40%، فهمت؟ دونك ما عندناش إشكال معاهم في الموضوع هذا. علاش ليكيبمون تاعو مش حافي؟ أنا قلت لك ليكيبمون فما شكون مشى، قلت اليوم ماشي غدوة، غدوة ماشي، أما اليوم اليوم ياخذوا ديجا عيطوا لهم توا باش يمشوا، مش آخر وقت قعدت سفري متأخر شوية، مين مفيد ياخذوه. كيفاش تم العمليه نتاع شكون باش يخدم لي زيكيبمون، شكون الشركه باش تخدمها؟ شوف انا الوزاره هي اظن حسب المعلومه اللي عندي انا جاتهم هديه عند شركه بلاي فلوس حسب ما سمعتك، مانيش متاكد وانا سمعت اللي هما هديه. انت قبلك جبت على اسامه ملولي في كلامك ظهر لي بوليميك كبيره صار على اسامه ملولي، علاش ديما فما بوليميك حول اسامه ملولي؟ حتى في اي اف ام كان تكلم هو قال ينجم يكون يعدل حتى على المشاركه. شوف الملولي كما قلت برشا مرات بطل اولمبي بطل كبير، راهو صعيب برشا باش نخلقوا ملولي ياخر في تونس، واليوم وقت اللي ترشح لست العاب اولمبيه معناها ريكور مونديال وريكور تونسي وعربي وافريقي، وهذا يشرفنا ويشرف الملولي. لكن نعطيك الصراحه حتى حد ما كان مامن الملولي مش ترشح، حتى حد حتى بشر ما كان مأمن الا الملولي باش ترشح. الحمد لله ترشح، ما قراولوش حسابه في حد شيء. من المفروض كيش تصير العمليه؟ شكون هما تحكم؟ تقوليش المهموت شكون هما تحكم؟ لا هم شغل هو الوزاره اللجنه الاولمبيه، المفروض قبل نوصل اللجنه الاولمبيه الوزاره، احنا اللجنه الاولمبيه اخر ناس. اول حاجه هي الجامعه نتاعو بالاتصال هو والجامعه نتاعو يكونوا الوفد نتاعو، يكونوا الاطار الفني نتاعو، يبعثوه للوزاره والوزاره تبعثه للجنه الاولمبيه للتنفيذ، احنا ننفذه. احنا الاسماء جينا من الوزاره، ما نجموش نجيو نقولوا الطبيب الفلاني يمشي ولا السباح الفلاني يمشي ولا، جينا من الوزاره والوزاره تجيها من عند الجامعه، لانه الجامعه هي اللي تعرف الحاله الصحيه او الحاله الفنيه تاع الرياضي نتاعها. خطا كبير برشا هذا كان، شنو صار؟ هو مش خطا، هو فما خلاف، والناس كل تعرف هذا، تو في الرواد الكل يحكوا فيه، بين فما خلاف بين اسامه لهنا خلاف بين اسامه والجامعه. وين نقول وقضايا في المحاكم معنا ابارما فما قضيه، حكى لي الملولي انا جاب حتى يحكي لي قال لي راهم شاكين بيا، فما قضيه عدليه بيناتهم. بون احنا كلجنه اولمبيه ما نجمو نعملو شيء، وحتى الوزاره ما تنجم تعمل شيء، بالرغم ان الوزيره حاولت بلغني انها حاولت باش تحطهم مع بعض ويحلوا الاشكال. وانا ديما نقول من المنبر هذا قضيه الملولي لازم تحل على طاوله، تكون فيها الوزاره، تكون فيها اللجنه الاولمبيه، وتكون فيها الجامعه، وتكون فيها ممثل الملولي ولا الملولي بنفسه، خاطر ما فماش علاش بطل اولمبي مش يمشي يلعب كورسه واحده راهو، مش يمشي يلعب فينال، تسمى فينال، يمشي مشخش سفري، قضيه مقلقته، تقلق. اما هو سي نظام واخذته على الزوز، على الوزاره وحتى على اللجنه الاولمبيه زاده، ديجا صارت حادثه في اليوم الاولمبي مع رئيس اللجنه الاولمبيه سيد محرز بوصيان، فيها ما نقولش فيها حتى نوع من تطيح اقدار بيناتهم الزوز. مياش حادثة ما كانش لازم توصل للأمور لهك، ما كانتش لازم تتعمل، وممكن هو ما يقصدش، ودار هو مش يتقابل هو سي محرز بوصيان، ممكن اليوم ولا غدا مش يتقابل وياه. واحنا على مستوى اللجنة الأولمبية حلينا له الإشكال الكبير اللي هو الكاليفيكاسيون تاع لونترونور نتاعو والطبيب نتاعو، هذوما اللي بالرغم آخر ديلي سيتي لو 9 أفريل احنا عملنا تدخلات مع اللجنه الاولمبيه الدوليه مع اللجنه المنظمه واخذينا له بعد الاجال لو دو زاكريديتاسيون تاع الناس هذوما وعلمناه، قلت البارح علمناه، قلنا له المدرب نتاعك والطبيب نتاعك تنجم يمشيو معاك، ما عندك حتى ادنى مشكل. المشكل الوحيد اللي نستناو فيه منه هو انه يبعث لنا البلان دفول، على خاطر اليوم كل واحد باش يدخل لطوكيو يلزم عامل ان بلان داكتيفيتي قبل اربع اسابيع، وين مش يمشي وين مش يدخل وين مش يخرج، بالبلان داكتيفيتي هذيك تتعمل لاكتيفاسيون تاع لاكريديتاسيون تاعو. دونك هو توا احنا نتسناو فيه، مطالبين منه، واذا كان يسمع فينا يا اسامه عايش ولدي في اقرب وقت جيب لنا البلان دفول نتاعك وتاع المدرب نتاعك وطبيبك باش نجمو نعملوا له البلان داكتيفيتي ونصبوه ديفينيتيفمون. يقعد الفلوس للتحضيرات هذا ابارامون مع الوزاره قاعدين يلقاو فيها. ما فماش تواصل يا اخي بيناتكم سيدا؟ لا انا قعدت معاه مرتين، انا توجيه اربع خمس ايام قعد معايا
قعد معايا ساعتين هو وامه وحكينا في كل شيء، حكينا في اللي ديتاي الكل، وعطيته بعض النصايح حسب حسب خبرتي. والحق هو متفهم واحنا متفاهمين، احنا مع الاولمبياد ما عندناش مشكل معاه صراحه. نجم ما يشاركش اليوم في الاولمبياد اسامه اذا ما يشاركش، معناه هو يقرر ما يشاركش. انا نقول هو غلط اذا ما يشاركش، يا خيبه المسح انت اليوم جاتك الفرصه هذه تاع سيزيام جو اولمبيك وما تشاركش. انا ما نتصورش مي ممكن ما يحبش يشارك، ما يحبش يتشلك بين قوسين، يحب يعمل تحذيرات ومن حقه باش يعمل تحذيرات، يحب يمشي لامريكا من حقه باش يمشي لامريكا باش يعمل تحذيرات نتاعو، خاطر هو مازالو حتى الخمسة جويلة مازالو ابري 3 سيمين وشويه، دونك عنده شويه وقت لكن ينجم يحذر خير ما يقعد قاعد في تونس. الناس كل خارجه برا تحذر وهو قاعد في تونس، دونك الحل نتاعو يزف في قرب وقت واضح. باهي اون جي بدك بديك حكيت عليها قاعد تعمل في دي بيرفورمانس كبار، نجم تقلع ميداي. شوف هي اون جابر قاعد تخدم في خدمه كبيره وقاعده تتالق في كل دوره، واليوم قاعده طالعه في نسق تصاعدي. الالعاب الاولمبيه صعيبه مش كيما ومبلدون كيما باريس كيما مش كيما البرون شلام، اصعب من بلون جاروس، اصعب من ومبلدون. انا نتصورها اصعب، ممكن نفهمش مش تلقى فيها الاسماء الكبيره كل، حتى هذو فيهم الاسماء الكبيره الكل ممكن نقولوا فرد مستوى. ده اليوم انس انا شخصيا هي موتيفي بالالعاب الاولمبيه، نتصور هاك الموتيفاسيون تاعها تنجم تهزها لبعيد. تقول لي بوديوم ولا ما نعرفش، ما نجم نجيب اكيد نتمنوا ان شاء الله هي والرياضيين التوانسه الكل الاخرين يطلعوا على البوديوم. على كل السؤال اللي يطرحوا فيه اغلب العباد، شكون باش يهز العلم الاولمبي؟ هذا السؤال، هذا السؤال جاوبنا عليه بعد الاخبار وبعد باش نكملوا في الحوار معاك حتى الاربعه نتاع العشيه. رضا المناعي رئيس البعثه التونسيه المشاركه في الأولمبي.